بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده مباراه الاهلي والاتحاد في الجوله الثانيه في دور قبل النهائي في دوري المرتبط موسم 23-24. مباراه مهمه جدا، بعد فوز المرتبط النهارده لم يتبقى الا خطوه واحده ان شاء الله بفوز الفريق الكبير. تعرضنا للموقف ده في اخر 3 سنوات، كنا بننهزم المباراه الاولى وبعد كده بنكسب الثانيه. نتمنى ان شاء الله تكرار هذا الانجاز هذا الموسم عشان تبقى باذن الله تاني بطولة، يعني بعد بطولة السوبر المصري تبقى تاني بطولة يحصل عليها فريق كرة السلة رجال. قبل ما نروح لمباراتنا نتناولها فنيا وتحليليا لازم ارحب بضيوف اللي منورني في الاستوديو. برحب بكابتن نبيل بخيت نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن نبيل. اهلا بيك وبجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله موفق النادي الاهلي النهارده ونحتفل بفوزه بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. برحب بكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. اهلا بيك يا كابتن سلعاوي. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون يوم موفق ان شاء الله لفريقنا. كاميرا النادي الاهلي زي ما حضراتكم تابعتم نقلت مباراه المرتبط وفاز فرق 6 نقاط على نادي الاتحاد. كاميرا الابطال كانت موجوده وكاميرا استوديو الابطال ايضا كانت موجوده. هنا ابو القاسم مراسلتنا سجلت بعض اللقاءات مع اللاعبين، نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وخلاص النادي الاهلي على بعد خطوه واحده من التاهل لفاينل دوري المرتبط، طبعا بعد فوز فريق المرتبط على فريق الاتحاد السكندري بنتيجه 63-57. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا المدير الفني لفريق المرتبط كابتن محمد اشرف توفيق. ده طبعا ببارك لحضرتك على الفوز في مباراه النهارده، يمكن مباراه كان فيها نديه كبيره لكن النادي الاهلي قدر يحسم المباراه لصالحه ويعمل ريمونتادا ويعود للمباراه مره اخرى. الحمد لله. الله يبارك فيكي. الحمد لله، توفيق من عند ربنا اول حاجه، ومجهود الشباب. المباراه صعبه جدا، خارجه بره اي مقاييس قبل الجيم لانها مباراه تعتبر يعني فاينل مؤثره على الدرجه الاولى، فمباراه عصبيه جدا جدا جدا. بشكر لعيبتي ان هي حتى واحنا وحشين جوه الجيم مسكوا نفسهم، قدروا يرجعوا كويس جوه الجيم وتصرفوا الى حد كبير جدا في اوقات مهمه جدا، صح، نفذوا التعليمات الحمد لله. فالحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكملها على خير ويوفق الدرجه الاولى ان شاء الله. يعني كابتن طبعا ما كانش في وقت كبير للاعداد للمباراه، المباراه الاولى كانت يوم الثلاث، فاستعديتوا ازاي لمباراه النهارده وايه ابرز التوجيهات اللي قلتها للاعبين؟ والله احنا يعني الحمد لله يعني بنحاول ما نسيبش تفصيله. الجيمات اللي زي دي بتبقى جديده على اغلب اللعيبه في الفرقه، عندهم 16 و17 سنه، الاجواء نفسها غريبه او جديده او عصبيه يعني، فبنحاول نحطهم في السيناريو بتاع الجيم والاجواء، وبنعمل كذا فيديو ميتنج على مدار اليوم، بنحاول نوصل اللعيبه الجيم احنا عايزين منه ايه، عايزين نمشيه ازاي. والحمد لله الى حد يعني مقبول، اللعيبه بتنفذ والحمد لله، وكان رجاله قدروا يخلصوا الجيم يعني الحمد لله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن وببارك لحضرتك اكيد. الله يبارك فيكي، تسلمي، شكرا. كلمني على اجواء المباراه، قدرتوا تعملوا كومباك وتحسموها لصالحكم اكيد. بارك في حضرتك اولا، بس الحمد لله في الاول كانوا الماتش مأزم شويه، وبعديها بدانا نطلع واحده واحده، وكنا مع بعض يعني كنا مع بعض طول الماتش وعمالين نقول هنكسب وبتاع، ما ينفعش ما نكونش مصدقين ان احنا هنكسب. بس ايه بقى ابرز التعليمات اللي الكابتن اداها لكم اكيد عشان تقدروا تعودوا للمباراه مره اخرى؟ احنا في الاول كمان كان في حد اللي هو تحت الحلقه كان ماشي معاه كويس، وبعديها قلبنا زون، فكنا كانوا عاملين شوت واحنا نلم ونجري فبنكسب، اللي هو ترانزيشن اوفنس بتاعنا كويس. طب ايه استعداداتكم لمباراه النهارده، خصوصا زي ما قلت ان ما كانش في اكيد وقت كبير للاعداد لمباراه النهارده؟ احنا عملنا ريكفري بس، وعملنا فيديو ميتنج، وبعديها بس يعني نمنا بدري وكده وننزل. بشكرك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا. عايزك بقى تكلمني على المباراه النهارده، اكيد كان في نديه كبيره، اتحاد السكندري خصم قوي، فعايز اعرف بقى كل الاجواء عن المباراه. طبعا هو كان ماتش كويس وسكور قريب، فهم في الاول هم كان الماتش مأزم وكانوا درو جيم، بس بعد كده دفعنا وعملنا اللي علينا وجرينا وعلينا بالسكور. اكيد زي ما قلت كان في نديه كبيره، اكيد توجيهات الكوتش كان ليها دور كبير، وبرده اكيد انا شفت بين كل اللعيبه كان في روح كبيره جدا، عايزاك تكلمني عنها اكتر. احنا يعني كان نصنا معاهم في المنتخب وكنا شفناهم قبل كده وعارفينهم كلنا اصحاب وكده، فكان في صحوبيه بينا في الملعب وروح رياضيه، واللي بيقع بنشيل يومه وكده، وسمعنا كلام الكابتن وهو ده اللي خلانا نعلى بالسكور. بشكرك جدا اكيد والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك.
يعني يا كابتن هيثم اكيد دي كانت لقاءاتنا مع فريق المرتبط بعد فوزهم على فريق الاتحاد السكندري، اكيد هنكون مستمرين معاك وفي تغطيه كمان احداث مباراه فريق الكبار الساعه 8 مساء، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. دي كانت لقاءاتنا مع هنا ابو القاسم وعدد من اللاعبين احمد فادي وعمر حاتم وكابتن محمد اشرف توفيق. خليني اقول لكم كمان ان المرتبط بتاعنا دايما بيكون في الموعد، فوز بمباراتين 2-2 بيساعد اكيد الفريق الاول ويديله فرصه ثانيه للتعويض في المباراه القادمه كان الاولى لم تكن. خليني برضو الحقيقه اقول لكم انه الناحيه الثانيه سبورتنج وسموحه المباراه اللي بتقام دلوقتي للفريق الكبير، كان كنت سايب سبورتنج متقدمه فرق 5 نقاط، المباراه لو فازت سبورتنج هتتاهل، فازت سموحه هتتاهل، فاذا الطرفين اللقاء هيكون اتعرف مين اللي وصل النهائي قبل مباراتنا باذن الله. اجي الضيوف اللي منورين في الاستوديو كابتن سرعاوي، شايف مباراه النهارده ايه واهم عنصر عشان تفوز النهارده او تضمن النجاح لفريقنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هي مباراه صعبه جدا على الفريقين، صعب التجاوب فيها وخارج بره التوقعات. النادي الاهلي يريد ان يرجع لصورته الطبيعيه، لانك طبعا اللي احنا قلنا المباراه اللي فاتت كان كل اللعيبه خارج يعني نطاق الخدمه زي ما بيقولوا. نادي الاتحاد بيريد يعني عايز ياكد ان هو ممكن يكسب البطوله دي. النهارده اللي مفيد ان جوستي بوش هيرجع يقود الفرقه تاني بعد تنفيذ العقوبه اللي كانت من اتحاد الباسكت بايقاف مباراتين. اول حاجه يعني النهارده عشان الجيم يبقى 100% هم شافوا الاخطاء، واحنا اتكلمنا في الاستوديو عن الاخطاء اللي موجوده، فانا بس اهم حاجه هي الدفاع والحرص على الكره شويه ولم الكور على الباسكتين بحيث ان احنا نقدر نجري، لان احنا لو ما جريناش بيبقى احنا بره السيستم يعني بتاعنا. وبعدين في حته برضو عايزين نقول مبروك لفريق المرتبط، اديت اللي عليك في المباراه في سواء في كل جميع مبارياته أدى اللي عليه وعمل مجهود كبير هو ومدرب محمد أشرف وساعد الدرجة الأولى، وإن شاء الله يكون هو سبب من أسباب مكسب الدرجة الأولى إن شاء الله. أشكرك كابتن سرعاوي. كابتن نبيل، شايف مباراة النهاردة إزاي وأهم يعني دور ممكن نقوم بيه النهاردة عشان نضمن الفوز بإذن الله؟ أنا برضو في الأول هبارك للمدير الفني للمرتبط محمد أشرف توفيق، ولدينامو قطاع الناشئين مودي الجرحي، ولكريم ضيف نائب مدير قطاع الناشئين. مبروك الأداء الجيد في المباريات كلها. بالنسبة للمباراة النهاردة أنا يعني عامل زي روشيتا كده، إيه اللي إحنا مفروض نبقى فيه؟ الجزء الأولاني بتاعه عبارة عن أن لازم تنفيذ تعليمات المدرب كويس جدا ويكون في تركيز وقتال على الكورة، يعني دي روح النادي الأهلي ولازم تبقى موجودة في المباراة دي. التحجيز 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 واللم والتحجيز بقوة، ما عدا طبعا من عمر طارق، لأنه عمر طارق ساعات القوة بتاعته بتبقى أقوى من لازم فبيعمل فاولات وكده. الأخطاء الشخصية خاصة الهجومية، يعني إحنا بنعمل برضو تراب الفاول بأن إحنا بنعمل أخطاء شخصية في الهجوم خاصة كيجو وعمر طارق، مفروض يقللوا من ده. بعمل أخطاء في مثلا في المقابلة، بعمل أخطاء في الهيلب ساعات، بمنع باسكت، لكن ما عملش أخطاء ملهاش لازمة، موفينج سكرين، بزق في ريباوند، دي الحاجات دي بتبقى فاولات مالهاش لازمه، خاصه ان احنا في بالذات في طوال القامه ناقصين سيف. بالنسبه طبعا للهجوم احنا لازم الاول نبقى نعمل هجوم سريع، يعني نحاول ان احنا ما نخليش الاتحاد يرجع يعمل دفاعاته سواء دفاع المنطقه او دفاع رجل مان، بان احنا رجل لرجل، بان احنا بنحاول نجري عليه هجوم سريع. الحاجه برضو اللي ضايقتني الماتش اللي فات في لوم كتير ما بين اللعيبه، مفروض ما نلومش بعض، اوجه احاول ان انا انشط زميلي او ادفعه بس ما لوموش، لان اللوم دوت برضو بيبقى مشكله نفسيه بالنسبه للعيبه. اكيد لازم العب على نسبه اللعيبه اللي في الفرق الثانيه، مين شوتر مين دشر وازاي اقدر اوقفه. ده طبعا اكيد في تعليمات من المدير الفني واحمد الجرحي، سواء اجوستي بوش او احمد في الكلام ده. بس امبارح برضو او الماتش اللي فات ما كانش ظاهر، كان في برضو يعني ما فيش ترابط ما بينهم في الحته دي. طبعا الجزء الثاني ده هو توفيق للحكام في المباراه، وده طبعا نتمنى لهم التوفيق وتوفيق اللعيبه في المباراه
سواء في لعبهم ان هو يبقى نسبهم عاليه زي ما هم معودين. نعم. في برضو حاجه حصلت المباراه اللي فاتت وانا براجع الاستاتستيك، ان فرقه الاتحاد عملت 9 بلوك واحنا عملنا 1. يعني 9 بلوك ده كتير جدا، كتير جدا. صح. يعني احنا مفروض نبقى اللعيب داخل عارف لا اما هيوصل لغايه الحلقه لا اما هيخرج لايه لزميله. لكن لما كنا انا مثلا هم عاملين 9 وانا 1، 8 بلوك ما بين الفرقتين، دي برضو كانت مشكله بالنسبه لنا. بس كابتن بتهيألي اللي عامل 9 بلوك هو النادي الاهلي. يعني انا عندي الاحصائيات اهي، الاهلي 9 بلوك. لا لا العكس، هو الاهلي عمل بلوك 1 والاتحاد عمل 9 بلوك. نعم الاحصائيات قدامي اهي، بلوك بي اس بي اي 9. تمام ماشي يا كابتن. اجنست و تمام تمام يا كابتن تمام. طيب ده دل على ايه؟ ان بلوكات الاتحاد هل بيقابلوا بدري؟ هل هم عندهم طوال بيقابلوا؟ وانت بتدخل بتبقى برضو يعني مصمم ان انت تتخلص على الباسكت. المفروض انا بدخل لا اما اوصل ان انا احط باسكت سهل، لا اما بعمل كيك اوت بره للفرقه بتاعتي بحيث يقدر هو يشوت او برضو يعمل بنتريشن تاني. نعم. فدي جزء مهم جدا، ان انا يعني ما ينفعش ان انا ادخل ومثلا واتزنق ومثلا سواء مثلا فلان او فلان يروح شايل الكوره، لازم ابقى قاري الديفنس. نعم. اشكرك يا كابتن، تحليل جميل. بس كابتن سلعاوي انا عايز اخد راي حضرتك حاجه. احنا النهارده الماتش اللي فات كما كانه تبدل سيستم لعب الفرقتين. يعني نادي الاتحاد من اسلحته اللي طول عمره بيعتمد عليها 3 بوينت بالذات. فالنهارده شفنا الاتحاد الماتش اللي فات مقل في 3 بوينت ومزود في البريتريشن ومزود في الاختراقات والوصول للمربع، والارقام يعني ما بتكدبش، يعني احنا شايطين. والعكس صحيح، احنا ما كانش 3 بوينت هي السلاح الاساسي بالنسبه لنا، كان الانسايد جيم بقى في الماتش ده بالظبط. النهارده الماتش اللي فات احنا شايطين 36 3 بوينت وده وجايبين 7، وده كميه ترايات كتيره جدا من 3 بوينت، في وقت ان احنا 2 بوينت شايطين 31 محاوله بال 2 بوينتس. العكس في نادي الاتحاد، نادي الاتحاد شاط 18 بس 3 بوينت و39 2 بوينت. تفسر ده بايه؟ وهل ده احد اسباب ان انت غيرت السوفت وير بتاعك زي ما بيقولوا اللي انت بتلعب بيه، فده كان عمل درباكه شويه في الملعب، ولا ايه تفسيرك للارقام دي؟ انا شايف ان اللي حصل الجيم اللي فات ان من طبيعه النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي هو فرض اسلوب لعبه على الخصم. الجيم اللي فات الاتحاد هو اللي قاعد يجرنا، مش احنا اللي فرضين اسلوب لعبنا. زائد ان مدرب الاتحاد تعلم من المباراه اللي كانت في البطوله العربيه، ولان هو برضه هو كانت نسبه الشوط دي عنده هو تبدل الحال. يعني كان هو في المباراه شايط نسبه كبيره كبيره واحنا معتمدين على الدرايف ومعتمدين على اللعب من تحت الباسكت. نعم. طب كابتن هل فاحنا قلنا بس اهم حاجه هي اللي احنا كنا عايزين، بس هو عدم الافراط. يعني ايه الروح زائد الدفاع زائد عدم الافراط في الكوره، تبقى الكوره عزيزه شويه يعني. وبعدين يبقى في نسب، مين اللي شوطر النهارده، مين اللي ماشي، مش عيب دي احنا كنا طول عمرنا كده، مين اللي ماشي النهارده، مين اللي شوطر كويس، مين اللي بيحط، يعني بيبقى البلي ميكر طالع وعارف مين اللي هيشوط ومين اللي هيحط من تحت الباسكت. لازم نرجع لفرض اسلوب لعبنا على الخصم. كابتن نبيل، النادي الاتحاد في المباراه اللي فاتت حاطط 75 نقطه وده يعتبر نسبه تهديف عاليه علينا شويه. يعني النهارده بنتكلم اولموست ستينات 20 يعني حوالي 16 17 بوينتس بير كوارتر. فالنهارده انت بتتكلم في نسبه تهديف عاليه، فكده انت كان دفاعاتك نوعا ما كانتش يعني بالقوه اللازمه. في الوقت اللي انت حطيت 61 نقطه يعني، وده سكور برضو مش المعتاد بتاعك. انت في ماتش الزمالك في الكوارتر الاول حاطط 30 بونت، كوارتر واحد حاطط 30 بونت، نص السكور اللي انت حاطه في ماتش كامل. ترجع ده لايه؟ يعني تهدفنا قليل وفي نفس الوقت دخل فينا كتير. هو برضو احنا برضو كنا دفاعيا مش مظبوطين في المباراه دي. يعني الاهلي دايما بيبقى سبب مكسبه هو الدفاع القوي، وده ما كانش مظبوط. يعني ده ما كانش مظبوط في المباراه دي. هم برضو يعني مش عايز اقول برضو اديهم اكتر من واجب، بس هم لعبوا بذكاء. يعني انا دلوقتي في مشكله طوال في الاهلي. فلعبت انسايد عشان اعمل ترابل فاول بالنسبه للنادي الاهلي تحت الباسكت، ونجحوا في دي وخرج لك لاعب عمر طارق بدري، خرج برضو كيجو كان يعني لبس فاولات بدري،
فانت بقى عندك فاول ترابل صح. فاحنا لازم نساعد الطوال وفي نفس الوقت نبقى في روتيشن بحيث ان احنا نوقف اللي من بره. طب يعني خليني بس اوضح لحضرتك حاجه يا كابتن. وانت كنت بتتسالوا ماتش سبورتنج وسموحه النتيجه دلوقتي 73-73 سبورتنج وسموحه دول او دي طرفي قبل النهائي الثاني و24 ثانيه بس. انا الكره مع مين يا جماعه؟ 24 ثانيه وبيقود الكره مع سموحه. يعني هنا الادفانت الادفانس لسموحه ال 73-73. انا عايز اقول لكم انه بيقود سبورتنج كابتن اشرف توفيق طبعا يعني مدير فني النادي الاهلي السابق وطبعا يعني علامه كبيره من علامات كره السله في مصر. وبيقود الناحيه الثانيه نادي سموحه كابتن تامر مصطفى. وكابتن تامر مصطفى برضو لعب في النادي الاهلي فتره طويله، هو من ابناء نادي سموحه ولعب فترات طويله في نادي سموحه. اكيد هنعرف خلال كلها 24 سنه. ممكن نروح على الاكسترا تايم على فكره، وده بناء عليه هتتاخر مباراتنا شويه. كابتن نبيل بتهيألي يعني بيعتبر النهائي النهاردة بالنسبة للأهلي والاتحاد بنسبة كبيرة اللي هيعدي من مباراة النهاردة هيروح مع احترامي طبعا نادي سبورتنج ونادي سموحة وكل الاحترام، بس المرتبط بتاعك هيديك أدفانتج. سبورتنج المرتبط بتاعها مش قوي قوي بس الدرجة الأولى أقوى، سموحة العكس. فأنت كده في كلتا الحالتين أنت عندك الـ 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 النهائي أو المباراة المصيرية ليك هي دي، هي النهارده. والنهارده بيعتبر ان هو نهائي مبكر، خلص تعادل يا كابتن راحوا الاكسترا تايم. فكده زي ما قلت راحوا الاكسترا تايم، لان انا توقعت الاكسترا تايم. ليه؟ مفيش في الفرقتين حد خبره يقدر يخلص، اغلبهم شباب. اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم على برضه بالظبط ان احنا بنقول انه انت المباراه النهارده هي المصريه. هي المصريه طبعا مع كل احترامنا طبعا لسموحه وسبورتنج، لكن هو كمستوى لعيبه لا يعني بصراحه المباراه يعني لصالح الاهلي والاتحاد. نعم كابتن سرعاوي شايف ازاي؟ شايف النهارده اللي هيفوز بالرغم من المباراه الناحيه الثانيه ضرب نار. يعني انت النهارده بكام؟ 73-73، ودي يمكن اول اكسترا تايم يحصل في المباريات اللي هي قبل النهائي. اليومين اللي فاتوا ما حصلش، او اللقاء اللي فات للقائين ما حصلش حاجه، يعني الفرقتين كان فرقه مخلصه بدري من ناحيتين. شايف النهارده ان ممكن النهائي برضو يبقى فيه كلمه تانية، ولا النهارده اهم حاجه بالنسبه للنادي الاهلي هو يتخطى الاتحاد؟ لا هو في خطوتين. الخطوه الاولانيه ان الباسكت ما فيش امان، سواء فرقه كبيره او صغيره، وده اللي اتعودنا عليه ان الباسكت ملوش امان. وان لكن النهارده هي المباراه النهائيه تعتبر في البطوله، لان الاهلي بيلعب الاتحاد والاتحاد بيلعب الاهلي، اللي بعد كده هيبقى الثالث والرابع يعني، او في الدرجه يعني اللي بعديهم هيبقى مباراه اللي كسبان من سبورتنج وسموحه. نعم. طب كابتن سلعوي خليني استعرض مع الساده المشاهدين اسامي الحكام. يمكن المباراه اللي فاتت شهدت يعني لغط تحكيمي كبير، وبصراحه خلينا نقولها كلمه واحده ان طاقم التحكيم لم يكن موفق بالمره. يمكن من الموضوع ده كان من يعني انا مش دايما بحب يعني اتكلم عن التحكيم في البدايه، بس لا التحكيم النهارده في الماتشات اللي بتبقى ماشيه ايكوال ده بيبقى عندنا مشكله. وخليني اقول لكم في احصائيه قام بها بعض طبعا يعني جمهور النادي الاهلي في صفحاته المهتمه جدا بالالعاب الصالات. خليني اقول لكم انه في احصائيه يعني اكيد ما جاتش من فراغ. اخر 22 ماتش ما بين الاتحاد والاهلي، اخر 22 مباراه في اخر 3 سنوات ما بين الاهلي والاتحاد، 11 ماتش منهم اقيموا بحكام اجانب، و11 مباراه منهم اقيمت او اديرت بحكام مصريين. ال11 مباراه اللي اقيمت بحكام اجانب النادي الاهلي فاز ب8، زي ما بقول لحضراتكم كده فاز ب8. في ال11 مباراه اللي قادها او ادارها حكام مصريين نادي الاتحاد فاز ب7. الارقام انا مش هعلق الارقام، بس النهارده وانا يعني كلامي ده مش بهدف بيه حاجه، او انا بجيب ارقام والارقام دي هي بتتكلم عن نفسها. واكيد مش صدفه ده 11 ماتش. يقول لك دايما كل ما تعلي ارقامك كل ما نسبك بتروح للاكيورسي اعلى. يعني مثلا لو بتحسب على ماتشين الاكيورسي بتبقى اقل كتير لما تحسب على 11 مباراه. فالنهارده احنا حاسبين على 11 مباراه، 8 من اداره بحكام اجانب احنا فزنا بيهم، في الوقت اللي حكام مصريين ادروهم فوزنا ب7. طب انا ارجع ده لايه؟ وجهه نظر يعني الحكم المصري ما بتحملش الضغط. يعني للاسف وانا قلت الكلام ده وتعبت الحقيقه في الكلام ده، لازم شغل منتال، لازم شغل منتال للحكام. لازم النهارده الحكام المصريين يتم الشغل معاهم منتال، انه ملوش دعوه بالسكور، ملوش دعوه بلون الفانيلا، ملوش دعوه الماتش في اوله ولا في اخره.
النهارده طاقم التحكيم اللي هيحكم اتمنى انه يكون موفق، وانا اقول لحضراتكم اساميهم دلوقتي. هم ثلاث حكام وفيهم طبعا حكمه موجوده ان شاء الله هتحكم. كابتن ساره جمال من اسكندريه هي احد الحكام. طاقم التحكيم النهارده هيبقى عمرو زاهد وعمر ابو علو وساره جمال، دول طاقم التحكيم اللي هيحكم النهارده. اتمنى يعني انا شفت لهم مباريات كويسه يعني طاقم جيد بالذات بالذات عمرو زاهد وعمرو بقول له مركز يعني هو ضمن 20 حكم يعني بامانه يا كابتن. انا وساره احسن حكم، وساره بتحكم في كاس عالم. اتمنى يعني اشوف ادائهم، ملوش دعوه لا باول مباراه واخيره مسطره واحده. النهارده عايز اشوف دفاع شوشه على ايهاب امين النهارده يا جماعه. ما يعني في الاول والاخر هم زمايل في المنتخب، ولكن انا لما احب اوقف لعيب مش كده يعني. ايهاب امين يعني لعيب جامد، وخلينا نقول ان هو افضل لعيب في مصر النهارده، ما وقفوش كده، ما يبقاش بالشكل ده وهو بيلجأ للحكم مره واثنين وثلاثه، ما خدش حقه. في كوره من الماتش اللي فات، انا اسف يعني برفع الحرج على حضراتكم وكباتن، كوره يعني اتقطعت ايهاب امين، اتقطعت منه بفاول وراحت حسبت علينا فاول. ما كل الكلام ده بالظبط اللي كانت على البيس لاين، اللي كانت على السايد لاين يعني، وباين في التلفزيون جدا. والكره اللي اتخبط فيها بروك بيتو خبط فيها ايهاب امين، يا جماعه لازم يبقى فيه حد سيميوليشن اشوط الكره واقع عامل انا بقع. النهارده بالفاول شوت الماتش اللي فات، حد يعني لاعب تاني بدون ذكر اسامي داخل يشوط الفاول شوت عشان زميله التاني اللي اتعامل معاه فاول نسبته اقل، حصل موقف زي ده تكنيكال فاول على طول. انت بتعمل ايه ده يعني؟ طب افرض عدت، طب افرض لعيبه الاهلي ما اعترضوش، كانت هتمشي يعني؟ موضوع مهم جدا الحكام. انا اسف لازم اتكلم لان الحكام عليهم دور كبير جدا لضبط المنظومه. انا ما بقولش ان في حد بيوجه او بتاع، لا حكامنا اكبر من كده بكثير، ولكن ما بيتحملوش الضغوط. النهارده يعني في ضغوط عليك، بتبقى انت قلقان، صفارتك بتبقى مرتعشه بتغلط، لا صفر اللي انت شايفه. واحنا متاكدين ان احنا يوم ما فرقتنا هتبقى مش كويسه والحكام مادين اداء كويس، احنا نقول وحصلت قبل كده، احنا خسرنا مع اربع حكام اجانب وقلنا الاداء ما كانش كويس. كابتن سلعاوي، مهم جدا نستعرض مع الساده المشاهدين سريعا قبل ما نروح لمباراتنا الجهاز الفني للنادي الاهلي واللعيبه في النادي الاهلي قائمتين، وهاجي لسيادتك يا كابتن نبيل عشان نعرض اسامي نادي الاتحاد جهاز فني ولاعبين. هبتدي بكابتن سرعاوي جهاز الفني النادي الاهلي. بيتكون الجهاز الفني من الاسباني اوجوست بوش كمدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل اصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل تقني محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات. اشكرك كابتن سلعاوي. خلينا نروح كمان لقائمتنا النهارده اللي هتلعب، واللي اتصور مش هيكون فيها تغيير عن اللي احنا هنقوله، واحنا دايما معودينكم بنجيب اللاست ابديت من ارض الملعب، بس اتصور بعد اصابه عزب وسيف سمير مش هيبقى في تغيير في القائمه اللي لعبت المباراه اللي فاتت. اتفضل كابتن سلعاوي. عمرو زهران في رقم الفانيلا 00، مارك لوينز 2، إيهاب أمين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، مؤمن طارق خيري 9، مصطفى مكاوي كيجو 10، علي وحيد 11، أحمد مهيب 14، محمد أبو النصر 23، يوسف المعداوي 35، عمر طارق 55، وهي تقريبا نفس القائمة اللي خاضت المباراة السابقة. أشكرك كابتن سلعاوي. كابتن نبيل، محتاجين نستطلع أو نستعرض مع السادة المشاهدين الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، اتفضل. الجهاز الفني للاتحاد السكندري: عصام مجاهد رئيس الجهاز، أحمد عمر مدير فني، أحمد عبد الوهاب بيبو مدرب عام، هيثم كامل مدرب، سامح صلاح مدير إداري، أحمد باسيوني إداري، الدكتور أحمد حمدي الحرقة طبيب الفريق، علي فؤاد أخصائي تأهيل، صبري سالم مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد مخطط أداء، الدكتور مصطفى عبد العال أخصائي تغذية، علي موسى مدلك الفريق، إسلام فتحي عامل مهمات، وأحمد خميس عامل مهمات. أشكرك يا كابتن نبيل. خلينا نروح لقائمة الفريق نادي الاتحاد، وأتصور برضو مش هيحصل فيها تغيير يعني. نادي الاتحاد ما عندوش برضو يعني مانوفر كبير في البنش، بس هم طبعا أكيد فرقة محترمة وفرقة جيدة جدا. اتفضل يا كابتن. بالنسبة للاعبين: عمرو جابر 0، عبد الرحمن خالد 1، يوسف شحاتة 3، مصطفى عصام فودة 4، هيثم كمال 6،
احمد عادل دوله 7، محمد طه ميدو 9، انس اسامه 10، باسم الليسي 11، عمرو طلعت 13، احمد ابو العلا بيبو 14، زياد محمد 17، ياسر صلاح 20، ماركوس كراوفورد 23، علي احمد 42، جاسر الكيكي 91. اشكرك كابتن نبيل. والحقيقه برضو يعني احنا عندنا وقت ممكن يعني نبص على بعض الارقام للمباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت بالاخص، وايه اللي يعني محتاجين النهارده الارقام دي تتعكس. لو اتعكست هنفوز، وخليكم فاكرين كلمتي دي. بس انا هروح للكباتن هديكم رقم موجود في الاحصائيات اللي فاتت، مهم جدا اسمع تقليه حضراتكم. في احصائيه بنش بوينتس، او النقط اللي اتحطت من اللعيبه اللي جم من البنش. خلينا برضو اشرح لحضراتكم، اللعيبه الستارتنج 5 دول بيطلعهم بره، بيتبقى 7 لعيبه على البنش بره. السبع لاعبين دول لما بينزلوا الملعب بيتقاس هم عملوا ايه لكلا الفريقين. فالنهارده بيتقال لك بنش بوينتس، اللعيبه اللي جم من على البنش نزلوا الملعب حطوا سكور قد ايه. نادي الاتحاد البنش بوينتس 39 نقطه، نتكلم من اصل 75، يعني احنا بنتكلم حوالي 60% من السكور جه من اللعيبه الاحتياطيين. في الوقت النادي الاهلي 23 نقطه، اللي كانت الميزه الكبيره عند النادي الاهلي اللعيبه اللي بتنزل من البنش بتبقى بتجيب سكور عالي، او بتبقى ليها تاثير عالي اكتر من اللي في الملعب. 39 نقطه من البنش بوينتس اللي هي لعيبه الاتحاد او فرقه الاتحاد، مع 23 بوينت النادي الاهلي. فسر بايه ده يا كابتن سلام؟ فسر ان احنا كنا بره تركيزنا المباراه اللي فاتت، لان مكسب النادي الاهلي في الاعوام السابقه كان نتيجه اللي قادمين من البنش. البنش كان اقوى ما يمكن، وكان بيبقوا مركزين على البنش ونازلين عارفين ما هو مطلوب منهم، وهم كانوا يعني سبب رئيسي في كل المكاسب اللي ده الطبيعي بتاعنا. طول السنتين اللي فاتوا البنش بلايرز بيبقى ليهم افكت عالي جدا لما بينزلوا جوه الملعب. وبعدين بالنسبه برضو احنا هنتكلم برضو، خلينا في نقطه النادي الاهلي، ان احنا بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش اساسي واحتياطي، يعني تقريبا ال 12 متقاربين، وكان اي حد ممكن، وفي خدع من المدرب، وفي سيناريو بيتعمل المدرب انه ممكن ما يبداش بلاعب اساسي، يبدا بيه بعد شويه يخليه يشوف حاجه معينه يعني كله. لكن اقدر اقول نادي الاتحاد المباراه اللي فاتت استفاد في كل اخطاء اللي كانت عندنا، هو استفاد منها. طيب متوقع النهارده كابتن سلاوي ان الرقم ده هيتغير ان شاء الله؟ متوقع ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراه جيده ويبقى شكل تاني، لان هي دي عمليه بصراحه بطوله. صحيح. يعني برضو وبطوله انت واخدها بقالك موسم 3 سنين، فبطوله هتبقى عزيزه شويه. وبعدين يعني امبارح كنت قاعد انا والكابتن نبيل في النادي بنتفرج على تمرين قطاع البنات، حسينا ان البنات بتوع 18 سنه المرتبط البنات يعني حاسه انها عملت مجهود كبير جدا وكده، وكانت محتاجه البطوله. ان شاء الله ان شاء الله نفرح النهارده كابتن نبيل. تفسير حضرتك للنقطه دي، يعني انا اخترت بعض الاحصائيات اللي منها ممكن نشوف النادي الاهلي النهارده ونقيم الاداء على اساسها، وهي البنش بوينتس. تفسير حضرتك لكده ايه؟ هو برضو يعني احمد عمر يعني ابتدى بمجموعه ممكن ما يكونوش هم الاساسيين بتوعه قوي. نعم. يعني كان قعد بره ميدو دولة وانس اسامه، ما ابتداش بيهم عشان يستنفذ مجهود وفاولات النادي الاهلي في الاول، ودي برضو يعني اثرت معانا. بس هو برضو يعني الاهلي تقريبا عمل نفس الحكايه، برضو ساب مجموعه بره كويسه كانت مفروض تنزل تعمل الفرق برضو. كابتن سموح 84، سبورتنج 74، فكده وفاضل دقيقه او حاجه بسيطه، فكده بنسبه 99% سموحه في النهائي. اتفضل يا كابتن نبيل. هو برضه في ماتش سموحه ده، وانا شايف كنت في اخر مباراه ان اشرف توفيق كان عنده تراب الفاول في بعض اللعيبه، الاكسترا تايم ما جاش لمصلحته، فلازم يخلص بدري لو كان عايز يكسب. طب كابتن برضه هستعرض رقم تاني مهم، ان احنا نشوف برضه العمل الفارق، وان احنا محتاجين النهارده الرقمين دول يتعكسوا لو احنا محتاجين نفوز النهارده. الماتش اللي فات كان بوينتس ان ذا بين، او النقط اللي اتحطت من المربع الملون تحت الحلقه. النقط اللي جت من الزون اللي احنا بنقول عليها منطقه الزون، او منطقه اللي هي الحمراء اللي بتبقى تحت الباسكت. نادي الاتحاد حاطط 38 بوينتس من منطقه بوينتس ان ذا بينت اللي هي المنطقه المدهونه دي. في وقت النادي الاهلي حط 24 نقطه بس،
فرق كبير. فرق كبير. داخلين على تقريبا مره ونص او مره او 1.75 من الرقم الاساسي 14 نقطه فرق 38 نقطه. يعني معنى كده النادي الاتحاد وصل للمربع 38 بوند والنادي الاهلي وصل للمربع 24 نقطه بس في الوقت اللي احنا كنا بنكون العكس. محتاجين نعمل ايه النهارده عشان نعكس الرقم ده يا كابتن؟ محتاجين تركيز شويه، محتاجين يبقى في سكند ريباوند بقوه، او في لما الكره بتشط مش بس الطويل اللي بيروح، لا ممكن القصير يدخل يساعد. محتاجين ان احنا يبقى نسبه اللي اب عندنا في فاست بريك عشان نقدر يعني. طب اقول لك على حاجه يا كابتن، الفاست بريك بتاعنا الماتش اللي فاحنا اعلى يعني احنا رحنا 14 نقطه فاست بريك. لا هو ده السيستم بتاعنا صح. هو يعني احنا عندنا 14 نقطه حاطينهم من فاست بريك نادي الاتحاد 9. دي مشكله اكبر ان انت اتحط فيك ال 38 نقطه دي، شيل منهم الفاست بريك تشيل 9 يبقى انت حطيت 25 نقطه. 5 على 5 5 على 5 نادي الاتحاد وصل للمربع وبيلعب 5 على 5. هو احنا قلنا دي في حته معينه ان هو يعني تعمد ان هو يلعب انسايد عشان يعمل ترابل فاول لينا، فلما حصل الترابل فاول بقى برضه اسهل ان هو يلعب تحت الباسكت انسايد. الله ينور عليك كابتن. يعني قصدي اقول لحضرتك انه النهارده نادي الاتحاد وصل انه حط 25 نقطه 5 على 5 في الوقت النادي الاهلي بقى شيل من ال 24 نقطه اللي احنا حطيناهم سكور فروم ذا بينت، شيل 14 نقطه بتوع الفاست بريك، يبقى انت حطيت 10 بونت بس لعب تحت الباسكت. تحت الباسكت قليل جدا، ضيعنا كتير من تحت الحلقه كمان، زائد ان هو لما في وقت من الاوقات احنا لعبنا زون كان مفتوح شويه الزون، كان في مشكله على الهاي بوست شويه، وان انا شايف كمان ان هو استعمل بقى يدي تعليمات للاعب ارتكاز بتاعه انه يحتك باللعيبه بتاعتنا عشان الفاول. طبعا ده طبيعي وده ذكاء في الملعب. بس خليني برضه عندي برضه جزء تاني. هو لو الرقم فعلا صحيح بتاع 9-1 بتاع البلوك ده، احنا لو كنا الفرق ده جبناه باسكت كنا هنبقى اعلى من انسايد من فرقه الاتحاد. الله ينور عليك يا كابتن. يعني في 16 بونت كنت ممكن تجيبهم مننا في بلوكات. يا سيدي قول هتاكل بلوكين منهم. بدل ما يبقوا 6 بدل ما يبقوا 10 هيبقوا 10. 10 تحطهم على 14 هيبقى 34. الموضوع قريب وفي نفس الوقت انت ممكن تخش في الجيم تدخل في الجيم. لو دخلت في الجيم هتتوفى. طب يا كابتن من وجهه نظر حضرتك، حضرتك كنت بلوكر يعني. كان نفسي العب قصاد كابتن والله العظيم، مش عشان اكل بلوكات منه يعني، عشان اتعلم. ايه اللي يخلي لعيب زي ما بيقولوا بلغه الباسكت يلبس البلوك؟ ايه اللي يخليه يلبسه؟ اول حاجه كابتن، هو انت ما كنتش بلوكر على فكره. لا 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 انا كنت بتفرج. انت كنت هداف عشان بص الراجل الطيب ده كان بلوكر، انا كنت هداف. بقول انا بس يعني هو اللي حصل مباراه الاتحاد ان هم عملوا ديفنس جامد جدا علينا، فكان الراجل بيوصل للبلوكر وهو كابتن 86 82 سموحه ولسه 52 ثانيه والكره مع سموح 4 بونت، الماتش ولع تاني. اتفضل يا كابتن. فهو بيعمل جود ديفنس، فالجود ديفنس ده بيخلي اللعيب حتى لو معدي من مانو بيوصل للبلوك بيبقى مش في قوته. الديفنس اللي على البارامترز برضه ايوه بيبقى قوي جدا، فانت بتعمل مجهود جامد جدا عشان تخش، ولو دخلت بتوصل منهك بيبقى هو لازم بقى السنتر مان السنتر يتحرك لك يفتح لك الزاويه زاويه الباص عشان لو هو جه عليا اقدر ابصي لك الكوره واستلم كويس واطلع احط الكوره. ده هيفرق معايا كتير. لكن انت لما بتبقى مستخبي ورا اللعيب وانا داخل وما عنديش غير ان انا العبها على الباسكت بتبقى مشكله، خاصه انا زي ما قال كابتن سلعوه بتبقى داخل تعبان. صحيح. وبعدين لازم احنا لازم كمان يعني الناحيه العكسيه يتحرك، ياخد خطوه للانسايد، ياخد خطوه لجوه. هو ممكن يبصيله صح. لكن هو بيطلع مستسلم للبلوك، فتبقى العمليه سهله جدا. صحيح. فهي العمليه ليه؟ لان احنا كنا مركزين في الشوط وكله واقف بره الثري بوينت. كل ما اجي اخش مفيش حد ادي لمين؟ ما انا لازم اروح اخد البلوك. الحته دي مهمه جدا. يعني هو الاتحاد برضو واحنا برضو عارفين نفس الحكايه ان في بعض اللعيبه بتعمل بنتريشن وكيك اوت. المفروض اللي واقف بره ده لو لقى اللي هو ماسكه ما نزلش عشان يعمل هيلب، انا اقطع قصاده. فزميلي وهو داخل لو انا كده هو اقدر اخد الكوره احطها. صح. ما افضلش واقف وهو يبقى مزنوق ويجي عايز يبصها لي مش عارف يبصها لي لان انا واقف ورا اللعيب. هيلعب على الحلقه ياخد البلوك. يبقى لازم فهمت من حضراتكم ان لازم يكون في تحرك من غير كوره مع اللعيب وعلى حسب قرار اللاعب زميلي. واحد بيخش يبقى الاربعه بيتحركوا بس برضه كابتن هيثم عشان يفضلوا زاويه يقدر يبصيه فيها. انا شايف ان هم كانوا مركزين
في الجامب شوت بدليل ان الاربعيه بتاعتنا سمحان واقف عند في الكورنر والباقي واقف بره الثري بوينت الثلاثه التانيين وهو بقى اللي بيدخل هو ونصيبه. نعم يعني واخد بالك ازاي؟ لكن المفروض يبقى في بيفوت عكسي ان بياخد مع الكل. يعني احنا تعودنا ان انت لما بتاخد خطوه انا باخد خطوه للداخل. صحيح. بتاخد خطوه انا اخد خطوه. صح. للداخل. صح. عشان برضو اساعد الراجل ده. لكن هو انت فاتح بره بيت خارج نطاق الريباوند يبقى هي انت كانك بتعمل تراي واحد حتى لو عدى من البلوك وضاعت مفيش سكند. طيب في رقم برضو يا كابتن اللي ما شافش يا جماعه الماتش اللي فات بالارقام دي هيقدر يتخيل المباراه كانت ماشيه ازاي. في تايم ويز ليد يعني الفتره اللي قعدت فيها الفرقه متقدمه او راكبه يعني انت متقدم كم وقت قد ايه في المباراه. الاتحاد السكندري فضل متقدم 39 دقيقه ونص يعني المباراه كلها تقريبا المباراه 40 دقيقه. نادي الاهلي ما تقدمش ولا مره على نادي الاتحاد. فده يدي برضو انديكيشن انه انت من اول المباراه برضو انت خارج السيستم خالص وخارج يعني من المباريات اللي انا شايف دروس. ما هو انت دايما الماتشات دي بتعلمك الماتشات اللي انت بتلعبها باداء وبعدين الخساره اللي مش مضره فايده. الله ينور عليك يا كابتن. فالنهارده اكيد مستر اجوستي حل عندي كويس جدا. طيب النهارده احنا عندنا حلول عندك حلول كتيره جدا هجوميه وحلول دفاعيه. النهارده عندك مستر اجوستي على الخط مع كامل الاحترام وكل التحيه والتقدير لكابتن احمد الجرحي على الدور اللي عامله الماتشين فاتوا بامانه يعني مدرب او مولد مدرب عملاق بصراحه. الله اكبر عليه والمستقبل قدامه كتير لسه بدري مدرب كويس جاي ان شاء الله لسه قدامه وهتجيله الفرصه بشكل يقود الفريق اكيد في يوم من الايام. النهارده عندنا متغيرات ما كانتش موجوده الماتش اللي فات. المتغيرات دي منها مستر اجوستي موجود. المتغيرات دي ان انت عملت اسوا جيم ممكن تعمله في حياتك فمش يعني بالبلدي مش هتعمل اسوأ منه. يعني خلينا نتكلم مش هتعمل اسوأ منه فده متغير. طيب الناحيه الثانيه في نادي الاتحاد شايف عنده ايه جديد ممكن يعمله؟ ايه اللي ممكن يفاجئ بيه النادي الاهلي النهارده ولا ما عندوش مفاجاه والفرقتين حافظين بعض يا كابتن سلام؟ اما الفرقتين حافظين بعض والمدربين حافظين بعض واللعيبه حافظين بعض هو التوفيق زائد الدفاع. انا رايي اللي بيعمل دفاع جيد يعني الاتحاد السكندري كسب المباراه اللي فاتت عشان دفاعه كان قوي بصرف النظر عن هو جاب كام او الهجوم. لا الدفاع كان قوي بتاعه وكان مخرجنا بره واحنا ما قدرناش نفرض اسلوب لعبنا عليه. نعم يعني واخد بالك ازاي؟ فهي العمليه كلها ان احنا لو في لحظات هدوء وتنفيذ تعليمات المدرب احنا هنبقى في الجيم. ولو فرضنا اسلوب لعبنا وركزنا يعني انا شايف ان الشوط يبقى بحساب برضو شويه. نعم. النهارده لان احنا ليه ما نلعبش بنفس الاسلوب احنا نلبس اللعيبه الثانيه الفاولات تحت الباسكت سواء انس او بيبو او زي ما هو اتعامل معانا المباراه الماضيه. بس خليني اقول لك كابتن موضوع الفاولات ده ما اعرفش كابتن نبيل رايه ايه. انا برضو احمل الحكام جزء من ده يعني معلش النهارده مش طبيعي كل الضرب اللي كان بيحصل في الملعب ده والاتحاد ما عندوش الفاولات دي. يعني برضو انا عايز اقول ان احنا اتحطينا في ما بقولش ان كل الفاولات ما كانتش فاولات ولكن ما كانش بيتصفر بنفس المسطره كابتن سلاوي. فموضوع الفاولات ده بامانه انا يعني مش شايف ان هو يعني جزء كبير يتحمل يمكن 30 او 40% منه يتحمله طاقم التحكيم اللي فات. بس خلينا نتكلم يا كابتن نبيل عن تقسيم المباراه لمراحل مع مستر اجوستي بوش. دايما المرحله او الكوارتر الثالث هو ده اهم كوارتر لينا. الاول والثاني بيلعب ال 12 لعيب لم يكن مثلا باقل تقدير بيلعب ب 11 وبعد كده بيروح الكوارتر الثالث بيلعب بافضل خمسه وبعد كده بيروح للرابع يمشي دقيقه بدقيقه بيقود المباراه. ليه استراتيجيه معينه بيمشي بيها مستر اجوستي بوش. هل الاستراتيجيه تنفع مع نادي الاتحاد ولا ما تنفعش؟ يعني انت لازم تلعب فول باور طول الجيم عشان ما تخليش الاتحاد يفرق عليك ولا دي مش اول مره قابل نادي الاتحاد واكيد خلاص يعني اكيد مستر اجوستي عارف ازاي يلعب. وطبعا زي ما قلت ان الفرقتين حافظين بعض خالص يعني مستوى اللعيبه وده بيلعب ازاي وده بيلعب ازاي سواء اللعيبه حافظه بعض او سواء المدربين حافظينهم. بالنسبه للنهارده لا انت مش هتقدر انت لازم برضو هتدور اللعيبه زي ما بتعمل علشان توصل للكريتيكال تايم وانت في اقوى مجموعه عندك تقدر تنهي بيهم. ف يعني مش هينفع ان انا افضل مثلا منزل مجموعه معينه والعب بيهم لانك انت كده هتخسر. نعم. انت لازم تدور اللعيبه كلها في الثلاث مثلا لغايه نص حتى الكوارتر الثالث وبعد كده بتحاول تنهي باكتر مجموعه موفقه او حسب احتياجات المباراه في الوقت ده. نعم يعني شايف ان هو
يعني ما فيش جديد عند الفرقتين، كله محفوظ. هي عمليه التوفيق. يعني بينك الفرقتين نجوم، يعني ما فيش حد تقدر تقول ان ده مثلا ممكن، يعني زي ما بنقول الباسكت بدلاء مش احتياطي. نعم. يعني يعني انت النهارده ما تقدرش تضمن مين اللي هيبقى موفق النهارده ومين هو رجل المباراه. صح صح, صح. كابتن سلعاوي شايف الكلام ده ازاي؟ هل فعلا ما عندكش احتياطي، انت عندك بدلاء في الفرقتين؟ يعني اي حد يقدر ينزل في الفرقتين يؤدي، وكل واحد مفتاح لعب ممكن في الماتش ده يكون طبعا متوفق، فانت طبعا لازم تدافع على 12 لعيب زي بعض. هو اصلا اي مدرب ما بيشرحش الخمسه بس، هو بيفرجهم على الفيديو او بيتفرجهم او بيتكلم على الفرقه كلها. فريق الاتحاد السكندري فريق محترم، فريق كبير، هو وفريق الاهلي هم منتخب مصر. فانت يعني هي وبعدين انا في رايي ان هي العمليه الدفاع هو عباره راجل لراجل. نعم. مين 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 اللي هيوقف؟ انا لازم اوقفه دفاعيا وهو اوقفه هجوميا. طيب ماتش الماتش قبل نهائي الطرف الثاني خلص بفوز سموحه 91-86. مبروك سموحه، سموحه كده في الفاينل لاول مره في تاريخه بيتهيألي انه يطلع دوري المرتبط فاينل. انا من اول ما لعبت باسكت الدوري المرتبط ده من ايامنا تهيألي سموحه ما وصلش فاينل خالص، ولا سبورتي كان، ولا سبورتي كان وصل، بس هو طبعا وصل بقوه المرتبط. سبورتنج لا، سبورتنج وصل، ما سبورتنج وصل، انما سموحه اول مره ما يوصلش. اول مره ما يوصل، اول مره يعني يوصل سموحه. انا بتكلم سبورتنج وصل قبل كده طبعا، وصل يا كابتن احمد. انما انا بتكلم على سموحه اول مره في حياته، اول مره في تاريخهم يوصل يعني. طيب خلينا نقول انه يعني المرتبط في دوري المرتبط بيفرق جدا. هو اللي ادانا النهارده الفرصه الثانيه دوري المرتبط بتاعنا. لكن يعني المباراه القادمه هيبقى الكبير هو الاساس. لان المرتبط هيكسب كلتا الفرقتين ان شاء الله. الفرقتين ان شاء الله نعدي النهارده وما نقطعش على الله سبحانه وتعالى. لا احنا بنقصد المباراه، انا بكلمك كمباراه. يعني اي كان طرفها مين هيبقى الكبار هو الفيصل. خلي بالك يا كابتن سموحه المرتبط بتاعها جامد، سموحه جامد، بس المباراه مع الاهلي هتبقى في الملعب كبير. لا الصغيرين هتبقى في الملعب. يعني مش هنخسر يعني. بس هتبقى في الملعب. هتبقى في الملعب. يعني الفرقتين احسن فرقتين في المرتبط يعني. بس غريب انا يعني، ربنا يسهل نعدي النهارده ان شاء الله. هتبقى الدنيا الطف بكتير جدا جدا، هتكون الدنيا اسهل ان شاء الله. طب كابتن النهارده اللعيبه الدفاعيه، النهارده ابو النصر، النهارده عمرو زهران، ليهم دور كويس، ليهم دور مهم جدا مع الدفاع على الاجنبي. والدفاع الاجنبي مش هيبقى من لعيب واحد، تبقى انت مجموعه، انت بتدافع عليه هو بيشتغل معاه، بس هيفوت. ما احنا مش بنلعب مثلا يعني، لا ده باسكت بول هيفوت عشان كده في هيلب بالظبط. شايف النهارده المحترف الماتش اللي فات ما كانش بقوه في الاتحاد الكبيره، ما كانش هو مفتاح لعبهم، بس النهارده وارد يكون كده. فمطلوب ايه من ابو النصر النهارده وعمرو زهران؟ هو طبعا يعني هما الاثنين هيبقوا برضو منوطين ان هما يوقفوا الاجنبي، بس لازم اللعيبة الطوال تساعدهم، ولازم يبقى في روتيشن على الهلب بالنسبة لهم. يعني برضو انت ممكن الراجل يبقى موفق النهاردة، فبرضو انت لازم توقفه. يعني انت بتعمل سيناريوهات كلها بحيث ان يعني بالك. انا يعني انا شايف ان فرقة الاهلي لازم كلها تدافع النهاردة كويس. يعني ما حدش يبقى سرحان، ما حدش مثلا يبقى واقف في بوزيشن مثلا مفروض هيلب وما يعملش الهيلب. لازم يبقوا مركزين في المباراة، لأن كل لاعيبة برضو الاتحاد زي ما لعبت الأهلي نجوم، وممكن أي حد فيهم يفاجئنا في المباراة بمستوى ما كانش عامله المباراة اللي قبلها. يعني سواء كلاعيبة الأهلي أو سواء لاعيبة الاتحاد. فأنت بتنزل في المباراة بتعمل ديفنس وبتبقى قاري كل اللعيبة هتعمل معها إيه. نعم. وبعد كده لما خلال سير المباراة بتشوف بقى مين القوة اللي ماشية وبتحاول توقف القوة دي. نعم. كابتن سلعاوي أشكرك. كابتن نبيل، كابتن سلعاوي شايف نادي الاتحاد في الهجوم ايه اللي ممكن بيكون بيعتمد عليه؟ هل مثلا بيخش يعني ايه اللي انت فاكره من الماتش اللي فات؟ لا الماتش اللي فات هو نوع، يعني الماتش اللي فات هو قلل الثري بوينت اللي هو بيتميز بيها، وكتر من تحت الباسكت او الانسايد زي ما احنا بنقول باللغة بتاعتنا. نادي الاتحاد عنده لعيبة اختراقاتها عالية جدا، عنده لعيبة بتروح على الريباوند، لعيبة يعني أقول إن في لعيبة جيدة في الاختراق، جيدة في الثري بوينت، في التو بوينت. فهو لديه فرقة متكاملة بصراحة.
فلازم احنا نكون زي ما الكابتن نبيل قال الدفاع والتركيز من لعيبتنا مفيش سرحان وفي عمليه الهلب او نفرد بقى اسلوب لعبنا من اول الجيم اعتقد المباراه هتسبق سهل. طيب خلينا زي ما عودناكم وعودنا جماهير النادي الاهلي ان احنا نروح لصاله الملعب صاله برج العرب ومراسلتنا من هناك هنا ابو القاسم عشان تنقلنا كالعاده اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يعني. هنا انت سمعانا هنا؟ طيب خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا أيوة. العزيزه هنا قاسم عشان تنقل لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت انا متواجده في صاله برج العرب عشان بقى انقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه المرتقبه وسيمي فاينل دوري المرتبط بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. وطبعا زي ما باين في الخلفيه يا كابتن يعني الفريقين خلاص بداوا فقره الاحماء، يمكن اتاخر شويه موعد المباراه بسبب الحقيقه المباراه الماراثونيه اللي كلنا تابعناها بين سبورتنج وسموحه، واللي فريق سموحه قدر ينهيها لصالحه بنتيجه 91-86 عشان يكون اول حد بيحجز مقعد في المباراه النهائيه، وان شاء الله طبعا النادي الاهلي يكون هو خصم سموحه في المباراه النهائيه. خلوني بقى اكلم حضراتكم عن استعدادات النادي الاهلي، يعني طبعا ما كانش في وقت كبير بين مباراه الذهاب ومباراه العوده، لكن طبعا لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا في المباراه. كان عندهم مران امبارح الساعه 8 مساء، وقبل المران طبعا كالعاده مستر أغوستي بوش كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين طبعا بالفيديو عشان بقى يتحدثوا عن كل الأمور المتعلقة بالمباراة، وكمان طبعا يراجعوا الأخطاء اللي ارتكبوها في مباراة الذهاب عشان يتلاشوها في مباراة اليوم. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. كمان النهاردة كان في محاضرة فنية تانية مع فريق النادي الأهلي الساعة 1:30 الظهر عشان بقى مستر أغوستي يؤكد على بعض النقاط اللي ينفذوها في مباراة النهاردة. وخليني بقى أقول لحضرتك يا كابتن هيثم إن في حاله من الجديه والحماس ظهر على جميع اللاعبين الحقيقه في الفريقين، سواء في فريق النادي الاهلي او في فريق الاتحاد السكندري، يعني هنكون على موعد الحقيقه مع مباراه كبيره جدا بين الفريقين. كمان بقى خلوني اكلمكم عن الغيابات. النهارده هيكون في غياب للاعبين كابتن سيف سمير وكابتن عمر عزب بسبب طبعا الاصابه، يعني بنتمنى لهم طبعا الشفاء ويعودوا مره اخرى لسكواد النادي الاهلي. يعني طبعا الكل مستعد للمباراة، في حماس كبير جدا زي ما قلت، كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. ده على صعيد فريق الاهلي. خلونا بقى ننتقل للاتحاد السكندري. كمان طبعا لاعبي الاتحاد السكندري مركزين بشكل قوي جدا في المباراة. كان عندهم مران امس ايضا الساعة 9 مساء، وقبلها كان في محاضرة فنية طبعا بقيادة كابتن احمد عمر المدير الفني للفريق. اكيد مركزين برضو بشكل قوي، لكن بقى ان شاء الله الحظ والتوفيق هيكون حليف رجال النادي الاهلي وهيتأهلوا لنهائي البطولة، وهنكون بنحتفل بعد انتهاء المباراة مع لاعبينا للتأهل للفاينل. يعني يا كابتن هيثم دي كانت ابرز الاجواء من داخل صالة برج العرب وكمان استعدادات الفريق. طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات، والان العودة ليك مرة اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. انت يعني ما سبتناش اي حاجة ممكن نسأل عليها. زي ما حضراتكم شايفين الملعب يعني خلاص، يعني الفرقه دخلت في مرحله الورم اب، الماتش اتاخر شويه، يعني زي ما انتم شايفين الصوره، هو كان المفروض الماتش يبتدي الساعه 8، ولكن طبعا نتيجه تاخر المباراه اللي قبلنا ونهايتها، طبعا دي لقطات حيه من ارض الملعب، نتيجه نهايه المباراه اللي قبلنا سموحه وسبورتنج متاخره، واكيد بنقول طبعا لسموحه مبروك، بنقول لسبورتنج هارد لك. نتيجه ان المباراه اللي قبلنا خلصت بعد اكسترا تايم، وخلصت 81-76 ل 91-86 لنادي سموحه. طبعا بناء عليه فرق يعني، او الماتش بتاعنا هيتشفت شويه، يعني ممكن يبتدي اتصور ممكن 8-35 دقيقه 48 دقيقه قبل ما اللعيبه او تخلص فتره الاحماء. كمان زي ما حضراتكم شفتوا مفيش تغيير على المباراه اللي فاتت، تقريبا نفس التشكيل، مش تقريبا لا هو تحديدا نفس التشكيل بالنسبه للفرقتين، هو بس اللي هيتغير طاقم التحكيم. اتمنى ليهم التوفيق النهارده ان شاء الله في ارض الملعب. زي ما حضراتكم شايفين بيبقى في حضور محدود لاعداد محدوده من الجماهير. المباراه على صاله برج العرب، النهائي ان شاء الله، وطبعا طرفه الاول تحدد اللي هو سموحه، هيكون في صاله المجمع الدكتور حسن مصطفى. وبالمناسبه انا جالي بعض الاستفسارات ليه المباراه قبل النهائي اتعملت في برج العرب ما اتعملتش في هنا في القاهره. هو ده
اللائحه قبل الموسم ما يبتدي. اتحاد السله يعني قال يعني اعلن على لائحته في المسابقات، ومن ضمنها ان مباراه المرتبط قبل النهائي مش هتبقى رايح جاي، يعني سوري المرتبط بيبقى رايح مباراه في ملعبك ومباراه في ملعب الفريق الاخر. من قبل النهائي بيبقوا كل الاطراف بتلعب في ارض محايده، فالارض المحايده في قبل النهائي اتقالت في برج العرب تحديدا، كانت في برج العرب، وعلى فكره السنوات السابقه كانت كده. والفاينل هيكون في ان شاء الله في مجمع دكتور حسن مصطفى، وده كان المعلن عنه وما كانش فيه تغيير. حضور الجماهير بعدد معين بيتم افتتاحه من الويب سايت على الاونلاين، بيتم الحجز، يعني ما فيش شيء يعني جديد. ان شاء الله نتمنى الفوز النهارده. كابتن سلاوي، يمكن محتاجين التوفيق، محتاجين التركيز، محتاجين الهدوء، محتاجين ان مهما شفنا من التحكيم ما نسقش وراه، يعني ما نسقش وراه ان يكون غلط او صفاره. محتاج ان انا دايما احافظ على هدوئي، دايما ما انفعلش، لان هي خلاص الحكم مش هيرجع في صفارته، ولكن محتاجين تحكم في اعصابنا اكتر. طبعا شايف ده مهم النهارده، مهم جدا، واحنا قلنا الكلام ده من المباراه الماضيه، قلنا لازم اللعيبه ترجع لتركيزها، لازم اللعيب يكون فيه هدوء في الملعب، عشان الهدوء هيخليك تفكر، هيخليك تشوف زميلك بالشكل المناسب اللي ممكن تي هتقدر تنفذ خطط المدرب. زائد ان انا في رايي برضو ان يعني الريباوند شيء اساسي النهارده عشان نقدر نجري فاست بريك، لان احنا من غير فاست بريك بتحس 5-5 بساعات بتسبب لنا مشكله في الاحجام والاطوال الطويله. ولازم كل الصغير والطويل يخش على السكند شوت، لان مش بس دي مش مسؤوليه عمر طارق لوحده، لا مسؤوليه الاربعه يخشوا ما عدا اللي بيعمل سيفتي طبعا، يعني اللي هو بيعمل بيرجع ورا عشان يعمل حته امان، يعني لو كره اتلعبت يقدر يقطعها. لكن اعتقد ان هنشوف مباراه كويسه ونتمناها كويسه. وانا نصيحتي برضه لعيبه، انا العب، يعني انت العب امتع، يعني ايه متع نفسك بالباسكت، وهتلاقيك خرجت كل حاجه في اطار الاستراتيجيه اللي حاططها المدرب. اشكرك كابتن سلعاوي، برضو نفس الكلام، هدوء الاعصاب، التحكم، خاصه في الوقت اللي بيبقى كريتيكال. المباراه النهارده هتبقى كلوز جيم، اتوقعه يعني هتبقى كلوز جيم جامد بشكل كبير، محتاج يعني ثبات انفعالي، محتاج انت كلاعب مهما حصل مركز في الملعب. النقطه دي مهمه يا كابتن؟ طبعا النقطه مهمه جدا، ومفيش تحكيم من غير اخطاء، فانا ما تنشنش نفسي من البدايه، واسيب الحاجات دي سواء للمدير الفني او للمدرب او للبنج بره المجموعه اللي هي يعني المعاونه للكابتن اجوستي. برضو اللعيبه لازم اشجع بعض، يعني على قد ما اقدر نوقف بعض ونشجع بعض وما نلومش بعض، لان ده مهم جدا في الباسكت، لان الباسكت بينتهي مع صفاره الحكم، فلازم اقعد اقاتل طول الجيم لغايه ما المباراه تخلص. صحيح. وخليني اقول برضو يا كابتن انه دايما بنشوف النادي الاهلي اللعيبه ما فيش حد بيلعب بال 28 بال 38 دقيقه او 39 دقيقه، اكسبت الماتش اللي فات عيسى لعب 37 دقيقه، وده كان حاجه غريبه يعني ما حصلتش في النادي الاهلي ان احنا شفنا لعيب بيلعب 37 دقيقه. فالنهارده الروتيشن هيبقى كتير، هتاخد فرصتك مره واثنين وثلاثه، يعني حتى لو ما انتش موفق في النزله الاولى هتاخد في النزله الثانيه، هتوفق في النزله الثالثه. فهي الموضوع ان انت اكيد هتاخد فرصتك، فانت محتاج تركز في الملعب بس، محتاج تبقى شايف بس ادائك انت. وفي مثال في المباراه اللي فاتت، يعني سبورتنج كان تقريبا كسبان في اوقات معينه في حدود ال 15 بونت. صحيح. لكن يعني لازم افضل اقاتل 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 لغايه ما حصل مثلا اهو ان برضو مثلا سموحه رجع للجيم، فسواء احنا ليد او احنا مش ليد لازم افضل اقاتل في الجيم، لان الجيم بينتهي مع صفاره الحكم، مش في اي وقت تاني. مهم جدا النهارده ان احنا نفنش الجيم كويس، يعني انت ممكن تبقى ماشي كسبان او لا قدر الله متاخر، بس اخر خمس دقايق مهمين جدا. عندنا مجموعه من اللاعبين خبره، يعني عندنا ايهاب امين يقدر يكون في عمرو الجندي، عمرو الجندي، عمر طارق، عمر طارق، الله ينور عليك يا كابتن. في عندنا مين كمان ممكن؟ كيجو نفسه خبره، معدى بخبرات كتيره. لا عمرو زهران بقى خبره، بقى له كتير، حتى المحترف المفروض. هل نادي الاتحاد عنده نفس الخبرات يا كابتن؟ ده سؤال بقى مهم، يعني انت هل انت قصاد يعني الناحيه الثانيه في نادي الاتحاد انت عندك خبرات تقدر تخلص وخلصوا بطولات كتيره جدا؟ لا عنده طبعا، لا لا عنده، عنده طبعا، عنده دوله برضه لعيب خبرته عاليه جدا، عنده انس. انا رايي ان يعني محور ارتكاز نادي الاتحاد السكندري هو بيبو،
الولد ده هو اللي هم يعني المدربين مش واخدين بالهم هو ده مكسب نادي الاتحاد السكندري، وهم قد يكون انا كمدرب 80% من قوه التدريب قوته، وده ممكن يكون اي مدرب مش واخد باله، مركز مع دوله، مركز مع ميدو، مركز مع لعيبه شوشه، مركز مع اي حد تاني، الولد ده او انس او مثلا هيثم كمال او اي حد، لكن الولد ده هو نقطه تحول للبتاع. بس طب ليه بيبو ملوش دور كبير في المنتخب؟ انا برضو يعني مستغرب جدا، برغم انه لعيب مؤثر، هو استبعد في البطوله في كاس العالم اللي فات. انا مستغرب يعني بيبو بالذات في الاتحاد الاسكندري، احنا بنتكلم باسكت بول يعني، لا بيبو لا 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 حدوته لعيب. احنا استعجبنا ان هو استبعد صراحه، يعني ميديان بيجيب، يعني توقعنا ان هو مصاب او في حاجه، بيخش على ريباون، بيقابل كويس، بيقابل كويس، عنده تاتا بول، عنده شوت فاول شوت كده، بس مش فاول شوت نسبته عاليه، غريبه لعيب جدا، لعيب جيد بلوكر، بيقابل كويس. ما هو بص انا عايز اقول لك يا كابتن هيثم، هي نفس المشكله دي هي مشكله عمر طارق بالنسبه للنادي الاهلي، وبرده عمر طارق راح وما لعبش، ولما رجع في اول ماتشات اثبت ان هو كان المفروض يلعب في المباريات اللي لعبها في الدوري هنا اول لما رجع. بس روي رانا يعني ما بيحبش الخمسات التقال، ما بيحبش يكون في الملعب خمسات تقيله، وده كان واضح من اول يوم، ده فلسفه مدرب، قال لك لو هاخد اخد عمر طارق بس ذكاء المدرب ان انا اقدر استعمله فلسفته، يعني اقدر استعملهم، يعني دي جايز ميزه في اجوستي، كابتن اجوستي، ان هو بيقدر يستعمل اللعيبه الخمسات. يعني كان في فتره من فترات حتى بيلعب بعمر طارق واحمد اسماعيل، يعني كان بيلعب احمد اسماعيل اربعايه، فكان الاثنين اطوالهم عاليه وبيلعبهم، ودي ميزه. فهي فلسفه كل مدرب، انت يعني في مدرب لا بيحب مثلا اللعيبه الخفاف الطوال اللي ممكن بره يشوت او ياخد الكره يدخل على الباسكت، ما عندوش اللعيب اللي يقدر يلعب بظهره، فانت بقى كمدرب هي دي فلسفتك انت اللي ممكن تقدر تنفذها في الملعب. طب كابتن، يعني في لاعب مهم عندنا جدا، وللاسف هو الماتش فات ما كانش موفق، وده طبيعي يعني انه ممكن ما يبقاش موفق، وهو مروان سرحان. النهارده مروان سرحان انت بيفك لك لوغاريتم مهم جدا، وبيكون من احد اسباب ان عمر طارق ياخد راحته تحت الحلقه، ان عمر طارق ايا كان اللي بياخده بيلعب بيه، بيلعب بظهره على اي حد، فلو حصل هلب من السنتر تاني، يعني لو قلنا فرضا بيبو وانس موجودين في الملعب، هو بيفتح اللاين، بيفتح اللاين. فمروان سرحان الماتش اللي فات 0 بوينت، ودي كانت يعني مع انه عمل تريات كتير، يعني قصدي اقول مروان لو في حالته النهارده يا كابتن نبيل، يا كابتن سلعاوي، لا يفرق معانا جدا. شايف كده يا كابتن؟ انا شايف ان هو لعيب جيد، بس قد عانى من الاصابات فتره طويله يعني، بس هو ذكائه انه بيطلع بره لانه عنده شوطه 3 بوينت، فبيفتح، ففتحته دي بتساعد ان المان بتاعه ما يعملش هلب على عمر طارق. فبرضه زي ما احنا اتكلمنا على بيبو، احنا برضه ابو النصر يعتبر جند مجهول في فرقه النادي الاهلي، بيأدي ما هو مطلوب منه حرفيا، سواء في الهجوم او الدفاع او مسك اللعيب الاجنبي. طبعا بص يا كابتن، يعني انا شايف يعني كل الحسابات دي كويسه، واخد راي حضراتكم، كل الحسابات دي كويسه جدا جدا، ولكن الروح النهارده هتحسب اللقاء، دي شيء طبيعي، الروح دي اساسي يا كابتن، الرجوله في الملعب اساسي، والدايفنج على الكور والبنش النهارده متفاعل مع كل كوره، لا اتصور الكوره تكون عزيزه شويه، يعني تفريط فيها بيبقى بحساب، زائد ان الروح دي شيء طبيعي في فرقه النادي الاهلي. الروح دي بتبان فين في الملعب يا كابتن؟ القتال، بتقاتل على كل كوره، التحجيز، تشجيع بعض، كوره بيني وبينك، مين اللي بترمي يجيبها، حاجات كتيره بتبين، يعني ان يعني زمان مثلا يقول لك انت مثلا ممكن كنبيل يدخل يغلط، سلعوه يرجع يعوضها له ويجيب الكوره وبتاعه، وما يهمكش العب وخد الكوره، هي دي الروح اللي بتدي ان انا بعد كده هو يعني اقدر العب باريحيه، هو بيقدر يلعب باريحيه، عارف ان زميلي بيقاتل لي وانا بقاتل له، يعني طبعا القتال في الملعب مهم والهلب جدا، الهلب النهارده مهم جدا يا كابتن هيثم، الهلب مهم جدا جدا النهارده في الدفاع. بمعنى يا كابتن خلي بالك برضو الاتحاد الماتش اللي فات، انا واحد من الناس فاكر لهم هم في لعبه مش متفقين عليها، بس هو ده لعب الاتحاد، وحضرتك على مدار التاريخ لعبنا مع نادي الاتحاد هو لعبهم كده، يعني درايف واطلع الكوره، درايف واطلع الكوره، وتقعد الكوره تلف لغايه ما يلاقوا حد فاضي لا يدخل، هي دي اللي انا كنت بقول عليها، البرسنتج بتاع اللعيب، يعني انا لو هيشوط دوله ولا مثلا ولا ميدو ولا مثلا شوشه، ممكن اسمح لشوشه
انت فاهم قصدي ايه؟ لو عملت الروتيشن نسب والكرة هنا ولا هنا ما اروحش على ده جري ويدي ده وهو شوتر. صحيح. لازم انا ابقى ذكي في دي، ادي ادي للي نسبته اقل الشوطه. مثلا سي مثلا انس بره اللي هو اسمه ده انس اسامه، انس اسامه بره تمام. انا ممكن ابقى ساقط سنه، لكن ما ينفعش بيبو بره واسقط، لان بيبو عنده شوطه، فانا لازم ابقى متوقع ان انا يعني قريب منه، ابقى قريب منه بحيث مع وصوله الكوره اوصل له يعني. صح. بيقول لك فلاش مش هيبقى عنده درايف كبير، بس ممكن يشوط فانا اقدر اقول يعني لازم انا اوصل مع الكوره، مش اوصل متاخر وهو يشوط، او اوصل متاخر ونط. الفاول شوت النهارده يا كابتن سلام اساسي، يعني الماتشات دي بتبقى مكهربه، والبونت بيفرق، والبونت صحيح بيفرق. النهارده مثلا لو خدنا ماتش سبورتنج وسموحه، لو حسبنا الفاول شوت هتلاقي الواحده كانت فرقت قبل الاكسترا تايم. واحده كانت الماتش خلص اكسترا تايم مهم جدا، 73-73 كان يعني سهل جدا انه يقدر يعوض لو كان في رميتين. والملاحظ كمان ان اللعيب لما بيحط الباسكت وياخد وان مور او شوطه زياده بيدخل عليها بقى انا جايب باسكت خلاص، لا دي مهمه جدا جدا جدا، لازم اخد وقتي في لازم اخد وقتي في الشوطه. بس خليني اقول لك رقم الفاول شوت او الفري ثرو الماتش اللي فات تقريبا نسبتين متقاربين يا كباتن. يعني النادي الاهلي شوط 22 فري ثرو، جاب 16 بنسبه 72.7 ممكن تكون احسن من كده. لا انت ليك 2 تجيبهم. هو دي بقى يعني انا مش لازم اكون زيهم، انا مفروض في حاجات تبقى احسن علشان اعوض حاجات تانية. يعني مثلا زي ايهاب امين مثلا لما بيضيع فاول شوتينج صعب جدا. ايهاب امين ايهاب امين ما ضيعش فاول شوتينج صعب، مهيب مثلا مهيب يعني في ناس، بس نسبه الاتحاد كانت احسن. عمرو الجندي لما يروح على الفاول شوتينج مفروض انا خلاص ضايع يعني انا لك بقى برجع يعني انت يعني لازم يعلي نسبته. في ناس لا في ناس نسبهم عاليه علي قصدك عمرو زهران ايهاب امين نسبته عاليه، مهيب نسبته عاليه فاول شوتنج، عمر طارق نسبته عاليه، عمر طارق يعني من الخمسات القليله في حياتي اللي شفتهم بيشوط فاول شوت، انا بقى عندي ثقه انه هيجيب الاثنين او على الاقل هيجيب واحد. بس خليني اقول لك نسبه الاتحاد شاط 21 كره، احنا شاطنا 22 هما شاطوا 21 كره فري ثرو جابوا 17 بنسبه 81% يعني اعلى منا بحوالي 9% او 8% تقريبا و 0.3 من النادي الاهلي. هي الكوره تفرق شوط برضو الفري ثرو اللي اتحكم احسن طبعا، هي الكوره تفرق، الشوطه واحده تفرق في المباريات الحساسه او المباريات اللي هي بتبقى مجم مقفول يعني. طيب زي ما حضراتكم شايفين يا كباتن، كابتن نبيل كابتن سلعاوي طاقم التحكيم خد مكانه الطبيعي في نصف الملعب انتظار دقيقتين ونص يعني انتظار الشاشه فوق، فاضل دقيقتين ونص عشان تنطلق المباراه. اول ما هتيجي دقيقتين بيصفر عشان الفرقتين يروحوا على البنش، دقيقتين لكل مدير فني يدي التعليمات الفنيه النهائيه. طيب خلينا نروح ونطير بسرعه لصاله بولجر عرب ومعلقنا الكابتن احمد مناه عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه من مباراه قبل النهائي، مباراه العوده قبل النهائي نادي الاهلي ونادي الاتحاد. بنذكر حضراتكم ان فريق المرتبط فاز، مباراة النهاردة هي النهائي، من سيفوز سيتأهل للمباراة النهائية في دوري المرتبط ليلاقي نادي سموحة اللي فاز على نادي سبورتنج قبل المباراة دي بدقائق معدودة. نتمناها إن شاء الله تأهل أهلاوي وكلنا مع فريقنا النهاردة ودعم غير محدود وثقة غير محدودة لفريقنا. نروح لأحمد مناع كابتننا أحمد مناع عشان ننقل لحضراتكم الفترة الأولى والثانية، فإلى